وفتح آفاق السلام والتعاون والعيش المشترك إلا بتحقيق الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لكي يعم السلام والأمن كل شعوب المنطقة. وفيما يتعلق بموضوع سد النهضة، أود أن أنقل إليكم تصاعد قلق الأمة المصرية البالغ حيال هذا المشروع الذي تشيده دولة جارة وصديقة على نهر وهب الحياة لملايين البشر عبر آلاف السنين. لقد أمضينا ما يقرب من عقد كامل في مفاوضات مضنية مع أشقائنا في السودان وإثيوبيا، لذلك فقد أعلننا ونكرر هنا أن مواصلة القتال وتجاوز الخط الأحمر ممثلاً في خط سرت الجفرة ستتصدى مصر له دفاعاً عن أمنها القومي وسلامة شعبها. وتؤكد مصر على أهمية توسيع المجلس في فئتيه الدائمة وغير الدائمة بما يعزز من مصداقيته ويحقق التمثيل العادل لإفريقيا لتصحيح الظلم التاريخي الواقع عليها والاستجابة لمطالبها المشروعة. ولعل الأزمة الطاحنة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد تستوجب توفير الدعم للدول النامية خاصة الإفريقية من خلال تقديم حزم تحفيزية لاقتصاداتها وتخفيف أعباء الديون المتراكمة عليها والاستفادة من أدوات المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية.